10 مشتركين من جنسيات عربية مختلفة رح يجتمعوا ويتباروا بعشر فئات مختلفة على أمل يصيروا نجوم على السوشيال ميديا والتلفزيون وتتغير حياتهم. هالمشتركين وصلوا لهالمرحلة الحاسمة بعد مرحلتين شارك فيهم المئات من خلال فيديوهات نشرون على فيسبوك، تويتر وإنستغرام، والحكم على أعمالهم كان بإيدكم أنتم مشاهدينا من خلال تفاعلاتكم على هاشتاغ نجوم الآن. نجوم بلا حدود، الجمعة الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، حصرياً على تلفزيون الآن.